السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلبة المرحلة الأولى بمادة الجيولوجيا الهندسية. عندنا هاي المحاضرة حبيت أنوها أنه أسوي لكم إياها فيديو على اليوتيوب حتى تكون للكل، لأن نوعا ما بيها basic relationship، يعني مسائل أولية بالجيولوجيا الهندسية. فمحاضرتنا لهذا اليوم تتكلم بخصوص basic relationship for soil. طبعا أنا نوهت لكم بالمحاضرات السابقة كم مصطلح عن هاي الأمور. نجي على الوزن الكلي، هاي WT يعني total weight، ايش يتضمن لي؟ يتضمن لي وزن الماء زائد الوزن الصلب او وزن السويل، تمام عيني؟ فهسه ايش راح تكون؟ هي عبارة عن الweight of water زائد الweight of solid. نجي الفوليوم الكلي، يشمل لي void حجم الفراغات زائد حجم الصلب. حجم الفراغات ايش يشمل لي؟ حجم الاير، تمام عيني؟ والحجم الصلب ايش يشمل لي؟ وحجم الووتر يشمل لي في صلب. فهذا الفي فويد يشمل لي اثنين، الفي اير زائد الفي ووتر، تمام عيني؟ وهنا مسويت لكم اياها الاني، اذا دا اقول لك انه الدبليو تي هي عباره عن التوتال ويت اوف سويل، والويت اوف ووتر هو الويت اوف ووتر، بس هاي مجرد الرموز سامبل لهم، والدبليو اس هي هذا الويت اوف سوليد، وهذا الدبليو اي هي الويت اوف اير اللي دائما احنا ناخذه يعني بالسويل انه زيرو، بس بالفلويد ميكانيك وميكانيك المواع راح يكون لغير تصرف. نجي هنا على الفويد توتال، او ان احنا نسميه التوتال اوف فوليوم، ماشي عيني؟ ايش تضمن لي هنا ذن الرموز؟ كل رمز معرفته لكم هنا ومنطيته شنو معناه بالمعادلات. نجي هذا توضيح سكتشمنت بصورة عامة، دا يقول لك احنا هذا ماخذ تكستشر للتربة سويل، فدا نقول لك هذا بصورة عامة. احنا بالمناسبة مكونات التربة مختلطة، اي مكون تربة مخليه كونتينر. شو يتضمن؟ ممكن نصنفه ثلاث تصنيفات. لما يكون بالفيس دايجرام يتضمن اير، ممكن يكون بير، وممكن يكون بووتر، وممكن يكون بسوليد. هنا ذن المكونات الثلاثة. ممكن اذا تكون التربة جافة تماما تحتوي على هواء وفقط صلب، او ممكن اذا تكون مشبعة تماما فولي ساتشوريتد، وهنا هنا لا راح تكون ما تحتوي على هواء فقط ماء وصلد. هاي دي يقول لك هنا الحالات الثلاثة. هذا التكستشر بصورة عامة، هنا أنا بارشيالي، هنا فولي، هنا دراي، يعني ما تكون مشبعة. وهنا دي ينطيك هاي الرموز اللي أخذناها قبل شوية، في للأي، في ووتر، في صلد، تمام عيني؟ وهذا الفي الكلي، الحجم الكلي. هسه راح نجي بعض العلاقات، هي هاي العلاقات كلش تفيدكم بالبيسك ريليشنشيب. اليونت ويت دنسيتي يعني وكأنه الكثافة الوزنية المن للتربة. الجاموا سويل شو تساوي لك؟ تساوي لك التوتال ويت الوزن الكلي على الحجم الكلي، تمام عيني؟ نجي المحتوى المائي، أحد العلاقات المهمة. رقم اثنين الووتر كونتينت ينقاس كبيرسنت، شنو علاقته اللي تنص عليه؟ أما وزن أو ككتلة يأخذ ما تفرق، فوزن الووتر على وزن الصلب، تمام عيني؟ أو كماس في 100% حتى ينطيك كبيرسنت. الفويد ريشيو، الفويد ريشيو اللي رمزها إيه؟ شو تساوي لك؟ في فويد حجم الفراغات على حجم الصلب، تمام عيني؟ الباروسيتي، الصلب هي أقصد بحبيبات السويل، ممكن تقول void of solid أو void of soil، no problem. الباروسيتي تنقاس أيضا كبيرسنت مثل الووتر كونتينت، تساوي لك في void على في total، الحجم الفراغات على الحجم الكلي في 100%. وقلنا حجم الفراغات شو تضمن لي؟ في للهواء زائد في للووتر على الكل، ثلاثة هنا راح يصير هواء زائد ووتر زائد solid. وقلنا حسب الحالة، إذا كانت بارشيالي يتضمن هن ثلاثة هن، إذا كانت لا فولي يعني مشبعة يعني ماكو هواء راح يبقى فقط الماء والصلد، وإذا كانت دراي راح يكون ماكو ماء نهائيا فراح يتضمن فقط هواء وصلد. نجي بعدها البولك دينسيتي أو التوتال دينسيتي يسمونها الرو تي، تمام عيني؟ شو تساوي لك؟ تساوي لكم الام للتي وزن، الوزن على الحجم، اي رو اي كثافة، قانون الكثافة بصورة عامة شو يساوي لنا؟ وزن ككتلة على حجم، تمام عيني؟ بعدها
هاي البولك دينسيتي، بعدها الدراي دينسيتي، الكثافة الجافة. شو تساوي للكثافة الجافة؟ تاخذ يا كتلة، كتلة الصلد فقط على الوزن، الحجم الكلي، الحجم الكلي ثابت. اذا اريد البولك دينسيتي تاخذ الكتلة الكلية توتال على الحجم الكلي. اذا الدراي الحجم الكلي ثابت جوه فقط هنا فوق بالبسط، ايش راح يصير؟ ما تاخذ الوزن الكل، ما تاخذ الكتله الكليه، وانما تاخذ فقط كتله السوليد. الدراي يونت واي دنسيتي نفس القانون، بس بمكان ما تستخدم الماس راح تستخدم الوزن الويت. هنا وحداته شنو؟ هنا وحداته راح تصير كيلو نيوتن على المتر مكعب. السبيسيفيك جرافيتي الوزن النوعي، هذا كلش مهم. شنو وحدات السبيسيفيك جرافيتي؟ مثل ما تلاحظون هذا. اما الوزن الكتلة الصلب الماس فور صلد على الفيل الصلب في الرو ووتر، يعني الرو ووتر شو اقصد بها طلاب؟ الرو ووتر كثافة الماء حسب يا وحدات تاخذها، اما يعني 9.8 واحد او واحد حسب يعني القيمة اللي انت راح تاخذ بها، يعني عندك قيمة الوزن هنا نجد تاخذ على اساسها الرو ووتر. كثافة الماء هاي ثابتة تقريبا، او اذا ما تعاملنا بالكتل نتعامل بالحجوم بالاوزان، فيصير وزن الصلب على حجم الصلب في مورو للماء، وانها جاما للماء، الجاما مو الدنسيتي. راح تصير لا هنا اليونت ويت الها، تمام عيني. الرينج مال السبيسيفيك جرافيتي يتراوح منها من 2.6 الى 2.85، تمام طلاب؟ هذا الرينج لازم يطلع لك السبيسيفيك جرافيتي ضمن هذا الرينج. بينما الصلد دينسيتي يعني وكأنه الكثافة الجافة، شو تساوي لك؟ سبق ان نوهنا عنها، احنا قلنا احنا الدينسيتي هي عبارة عن وزن على حجم او كتلة على حجم، فالماس للصلد على الفيل الصلد او الوزن للصلد على الفيل الصلد، تمام عيني؟ ضروري تنتبهوا لهن ذن الوحدات، هذن بعض العلاقات اللي راح يفيدنكم، يعني كلش مهمة بالكورليشن. مثلا عندك السبيسيفيك جرافيتي او اي علاقة، شو تساوي ان الووتر كونتينت في شنو؟ في السبيسيفيك جرافيتي، هيا هو هذا الوزن النوعي لما اريد اطلعه في الووتر كونتينت ايش قد راح يطلع لك. هنا الان البوروسيتي، شو تساوي لك البوروسيتي؟ تساوي لك الفويد ريشيو على واحد زائد الفويد ريشيو، هاي العلاقات كلش مهمة. او بالعكس اذا انا اريد الفويد ريشيو وهو مطين البوروسيتي المسامية، راح تكون الان على واحد ناقص ان، بس هنا الان تتدخل ورا ما نحولها كبير يعني من البيرسنت، يعني اذا مطينياها ك 90% فتصير 0.9. هنا الاير كونتينت لازم تعرفه، ان واحد ناقص اس، او ممكن هذه العلاقة الثانية المحتوى، يعني عكونا عندنا محتوى مائي وكم محتوى للهواء، فهاي المحتوى للهواء شلون اقيسه. وايضا عندك الرو توتال اللي احنا قلنا شنو؟ الكثافة الكلية هي هاي، اما رو توتال او نسميها الويت، يعني التوتال ويت يونت ويت او التوتال ديستي. وايضا نطلع الرو للصلد او الجاما، احنا قلنا اما جاما او رو، اما كثافة كتلية او كثافة وزنية، يعني الوزنية اللي هي يقصد بها اليونت ويت، تمام عيني. الرو دراي هاي الكثافة الجافة، شو تساوي لنا؟ عندنا احنا سابقا اخذنا لها علاقة، بس هاي علاقة اذا كان متوفر عندي السبيسيفيك جرافيتي والرو ووتر والفويد ريشيو اقدر اطلعها من هاي العلاقة، تمام طلاب؟ هاي الرو افكتيف لازم تعرفها، الرو شو تساوي لنا؟ هي الرو داش تساوي لنا الرو ساتشوريتد ناقص الرو ووتر، تمام عيني. والجاما هذا قانونها الافكتيف. هاي العلاقات كلش مهمة تفيدك. هسه راح نجي نوضح بعض الاكزامبل عن هذا الموضوع، هاي العلاقات كلش مهمة وتفيد، وان شاء الله هسه هذا الاكزامبلات راح توضح لك هذا الموضوع. ناخذ اول اكزامبل، ايش يتضمن؟ ان اتس كونديشن سويل سامبل، مطيك فد عينه من التربه عندها كتله 2290 جرام اند الفوليوم ينطيك اياه بوحدات المتر مكعب افتر بين كومبليتلي، بعد ما انه تجففت تماما باستخدام الاوفن الكتله اصبحت شقد 2035 جرام.
The value of specific gravity الوزن النوعي لهذه التربة 2.68. جد number one البولك density. طلاب البولك density يعني شنو معناها؟ البولك density يعني شنو معناها؟ يعني معناها يريد الكثافة الكلية، الكثافة الكلية للتربة. احنا قلنا الكثافة بصورة عامة شو تساوي لنا؟ عبارة عن وزن على حجم. الوزن بيها وحدات، هذا الماس على الفوليوم، هذا الماس طبعا بالوحدات الغرام. فش اسوي له؟ اقسمه على الف يتحول للكيلوغرام، على الحجم بوحدات المتر مكعب، فراح يصير كيلوغرام على المتر مكعب. تمام عيني؟ او بامكانك انه تحولها تقسمها على الف حتى تطلع لك مو بالكيلوغرام، بالملي غرام. هسه نجي هنا اليونت. طبعا اشتغلوا هسه بالبدايه، احنا قلنا البولك دينسيتي، وراها شنو؟ اليونت ويت الكلي. انا مو طلعت الرو الكليه، اقدر اطلع القاما الكليه لو ما اقدر، اقدر اطلعها. اما يعني هذا القانون كاتبت لك اياه للقاما، لا شو يساوي لك الماس في التعجيل على شنو؟ على الفوليوم. الماس على الفوليوم هذا، بس هذا الماس على الفوليوم شو يشمل لك يا قانون؟ هو نفسه البلك دينسيتي، نفس الرو للتي. تمام عيني؟ فوكأن تاخذ قيمة الرو للتي هاي تضربها بس بالتعجيل، بس بالتعجيل. وان شاء الله هذا الشيء راح تفهمونه بالمرحلة الثانية بالفلويد، راح تتعمق بهاي العلاقات اكثر فراح تفهمها. فمجرد تاخذ هاي القيمة تضربها في التعجيل 9.8 تطلع لك هاي القيمة اللي تمثل لك اليونت ويت، الكثافة الوزنية. تمام عيني؟ هسه نجي وراء، ايش طالب من عندك هنا؟ اقرا السؤال. طالب الووتر كونتنت. الووتر كونتنت شو اقصد به؟ المحتوى المائي. المحتوى المائي شو يساوي لنا؟ كتلة شنو على كتلة شنو؟ كتلة الوزن، الوزن الووتر على كتلة الصليد. فهسه نجي كتلة الووتر شلون اطلعها؟ انا عندي كتلة كلية، وعندي الكتلة بعد ما تجففت بالاوفن. تمام عيني؟ حرارية. فشلون اطلع هسه كتلة الماء؟ اطرح هذا ناقص هذا. هذا الوزن الكلي وهذا الوزن الجاف، من اطرح هذا الوزن ناقص هذا الوزن شنطيني يعطيني الوزن الماء. تمام عيني؟ فهذا نطرحتن على وزن الصلد اللي هو المجفف، هذا موجود عندي. طلعت القيمه هنا اضربها في 100% حتى يطلع كبيرسنت، تطلع لهاي القيمه. تمام عيني؟ بعدين ايش طالب من عندك؟ طالب الفويد ريشيو. تمام؟ الفويد ريشيو تقدر تستعين بهاي العلاقات اللي عندك لفوق. هسه احنا قبل شوية نطينا طبعا السبيسيف جرافيتي من طينا اياه، الووتر كونتنت انت طلعته، هاي العلاقة، هاي العلاقة تقدر اي علاقة من هاي العلاقات تستعين من عدها. هسه نروح لفوق هناية الفويد ريشيو، هاي الفويد ريشيو تمثل لك حجم الفراغات. فانتش عندك هاي العلاقات اللي راح تستفاد من عدها، ضفناها بهذا البارت، هاي العلاقات هنا راح تستفاد من عدها، فراح هاي تفيدك. انت عندك الرول تي طلعتها، عندك السبيسيفيك جرافيتي، عندك الووتر كونتينت، فقط شنو اللي رو ووتر عندك شنو نقصك؟ فقط الفويد ريشيو. هاي القوانين هنا تفيدك، ليش؟ من ما عندك الحجم الكلي والحجوم ما تقدر تستفاد. يعني مرات القانون الاصلي هنا ما يفيدك للحسابات. هسه هنا يتضمن لك من لك الفي للفويد والفي للصلب، ما عندك اثنيناتهم، فما تستفاد من العلاقة الأصلية الخاصة بالفويد ريشيو، تستفاد من هاي العلاقات اليوسف الكورليشن. تمام عيني؟ هاي العلاقات هسه هاي العلاقة تفيدك، هاي تمام عيني، هاي الساتوريشن هنا، فهاي العلاقة تفيدك. هسه هاي الان واحد ناقص مقدار الساتوريشن، هاي الاير كونتينت المحتوى الهواء يعني. فهسه هنا هاي تاخذ هاي العلاقة أو تاخذ هاي العلاقة، تفيدك بإيجاد الفويد ريشيو. تمام عيني؟ هسه طلعنا هنا الفويد ريشيو. بعدين ايش طالب من عندك؟ البوروسيتي. البوروسيتي تطلع تلقائيا، بما انه طلعت عندك الفويد ريشيو تقدر تحسب ايضا القانون الرئيسي، ما يفيدك هناك. اقرا شنو الفويد ريشيو هنا، شو يساوي لك الفويد ريشيو هنا؟ البوروسيتي العفو يساوي لك في فويد على في توتال. ما منطق اياها هاي المعلومات بالسؤال، بس لاحظ هذا القانون باليوسف الكورليشن. شوف هنا الان شو يساوي لك الفويد ريشيو على واحد زائد فويد ريشيو. انت طلعت هسه حاليا بالخطوه اللي سبقتها طلعت قيمه الفويد ريشيو، فتلقائيا راح تقدر تطلع البروسيتي، او ايضا تضربها في 100 حتى تطلع لك كبيرسنت. بعدين ايش طالب من عندك؟ طالب من عندك بعد البروسيتي
degree of saturation والاير كونتينت هو محتوى الهواء. الديجري درجة التشبع، هاي التربة ايش قد نقدر نعتبرها مشبعة. الديجري اوف ساتوريشن عندنا قانون خاص بها الها، شو يساوي لنا هذا الديجري اوف ساتوريشن؟ شو يساوي لنا؟ يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتينت. السبيسيفيك جرافيتي منطق اياه بالسؤال، الوزن النوعي، والووتر كونتينت انت طلعت باحد الخطوات تقدر تطلع حسب الديجري اوف ساتوريشن، لو ما تقدر تلقائيا نقدر نطلعه. تمام عيني؟ هسه بعدين طبعا هاي الديجري، هاي الساتوريشن، هاي الاس، وهاي الاي الفويد ريشيو. هاي الاس الديجري اوف ساتوريشن، في الفويد ريشيو يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتينت. اربع يعني اربع متغيرات بيها مو ثلاثه. الاس في الاي يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتينت. الاي الفويد ريشيو ايضا عندك طلعتها بهاي الخطوه. تمام عيني؟ تلقائيا اطلعها. الووتر كونتينت او الاير كونتينت العفو المطلب الاخير شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الان البروسيتي واحد ناقص الديجري اوف ساتوريشن اللي طلعناها بالخطوه اللي قبلها، ونطلع الاير كونتينت. تمام عيني؟ هسه لهنا ان شاء الله تكون واضحه. ناخذ السؤال بعده حتى شويه نتقوى اكثر عن هذا الموضوع، لان هاي موضوع البيسك ريليشن شيب كلش مهم لكم. ناخذ الاكزامبل اللي بعده. الاكزامبل اللي بعده مطيق تربه رطبه، عندها هاي الخواص او هاي المعلومات الانفورميشن اللي خاصه بها، حجمها نعطيك اياه بوحدات المتر مكعب، الكتله الكثافه الكتل يعني كتلتها ايش قد بوحدات الكيلوغرام، والووتر كونتينت كنسبه مئويه، والسبيسيفيك جرافيتي دي يقول لك طلع لي الرو يعني البلك دينسيتي، والكثافه الجافه اللي يعني الدراي دينسيتي، ويريد من عندك الفويد ريشيو، ويريد من عندك الان الفويد ريشيو نسبه الفراغات، والان هي البروسيتي، وايضا يريد من عندك الاس اد او الديجري اوف ساتوريشن كبيرسنت، ويريد من عندك حجم المغمور بالماء يعني الحجم الصلد المغمور بالماء. تمام عين؟ هسه راح نطلعهم خطوه خطوه. الخطوه الاولى شنو من عندك؟ يريد من عندك الكثافه بصوره عامه، البلك دنسيتي شنو قانونها؟ الكثافه كتله على حجم، الكتله عندك هاي موجوده بوحدات الكيلوغرام، ما يحتاج تحولها للغرام وتقسمها على الف، وهاي منطيك الفوليوم بوحدات المتر مكعب. تمام عيني؟ طلعت الرو او احنا نسميها الرو توتال. المطلب الثاني ايش طالب من عندك؟ طالب من عندك الرو دراي. الرو دراي شنو قانونها بالاصل؟ يساوي ان ام صلب الكتله، بس يا كتله الكتله الصلبه على الحجم الصلب. احنا هنا لا عندك كتله صلبه ولا عندك حجم صلب، اذا القانون الرئيسي ما راح يفيدك، تفيدك هاي العلاقات. القانون الرئيسي ما راح يفيدك. ليش؟ لأن القانون الرئيسي يطلب من عندك اثنين، يطلب من عندك حجم الصلب ويطلب من عندك الكتلة الصلبة، وما متوفرات عندك، بس تفيدك هاي القوانين. هاي الرود راي شو تساوي لك هنا؟ الرود راي كم قانون عندك هنا هسه للرود راي تقدر تستفاد من عنده، تقدر تاخذ او تستفاد من عنده؟ هنا عندك هذا القانون يفيدك، الرو توتال يساوي لك السبيسيفيك جرافيتي واحد زائد الووتر كونتينت، مطيك هو الووتر كونتينت بالسؤال، على واحد زائد الفويد ريشيو، هذا تطلع من عنده قيمة الفويد ريشيو. نجي على الرود راي شو يساوي لك بعد ما تطلع الفويد ريشيو؟ تساوي لك السبيسيفيك جرافيتي على واحد زائد اي رو ووتر. هاي القوانين هنا كلش يفيدونك، لانه يغنونك عن القوانين، ممكن القوانين الرئيسية ما تخدمك. فهسه لاحظ هنا، شوف هذا القانون شو مسوي هو؟ طلع الرود راي شو يساوي له؟ واحد من القوانين يساوي للرو ويت على واحد زائد ووتر كونتينت. الرو ويت اللي هي نفسها احنا مطلعينه، هذا الرو اللي طلعناه احنا هو رو ويت، هذا وكانه رو توتال، لان هو اصلا مشبع. تمام عيني؟ على واحد زائد الووتر كونتينت. نجي الرو دراي تقدر تستفاد من هذا القانون، يعني اما هذا القانون هذا موجود هنا جديد، او هذا القانون الاصلي. بس هذا القانون ايش يتطلب هنا؟ هذا القانون يتطلب void ratio. بإمكانك تستخدم هذا القانون الرئيسي تطلع void ratio من عنده، وترجع تستخدم void ratio حتى تطلع، يعني بإمكانك تطلع void ratio قبل الرود راي. تمام عيني؟ هسه هو لا ماشي هنا نطلع الرود راي، باستفادة من الرود راي شو مطلع؟ عنده specific gravity وعنده water content، ما يحتاج منها الwater content، يطلع void ratio. الرو ووتر يعرفها هو، فطلع قيمة void ratio. بعدين يريد من عنده البوروسيتي ايضا باليوسف الكورليشن، فهنا اي على واحد زائد اي طلعها ونقدر نحولها كنسبه مئويه. يريد الديجري اوف ساتوريشن كبيرسنت، هاي خلاص اس في ال اي
يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت، طلع قيمة الديجري اوف ساتوريشن. بعدين شو نطلع؟ نطلع الرود راي. احنا الرود راي اصلا شو تساوي لنا بال يعني بالقانون هالاصلي اللي ما قدرنا نطبقه بالحالة الاولى، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الام صلب على شنو؟ على الفي توتال. الفي توتال عندي اني والرود راي عندي، اقدر اطلع الام صلب لو ما اقدر طلعنا الام صلب. زين انا عندي ام بالكليه لو ما عندي ام بالكليه؟ عندي ام بالكليه. من اكتب ام بالكليه ناقص ام صلب يعطيني ام ووتر لو ما ينطيني؟ ينطيني ام ووتر. زين انا الرو ووتر حافظها لو ما حافظها؟ حافظها، قلت لكم وش قد قيمتها؟ قيمتها الف، تمام. زين انا اذا عندي الماس اصلا هو الرو ووتر، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الماس ووتر على شنو؟ على الفي ووتر. الرو ووتر هسه انا اريد الفي ووتر، الماس ووتر عندي طلعتها من هالخطوة على الرو ووتر حافظها اني الف، اقدر اطلع هسه الفي ووتر لو ما اقدر؟ اقدر اطلع. هو شرد بعد يريد حجم الصلب اللي تغطى، طلعت مباشرة تستفاد من علاقات الكورليشن اللي موجودة عندك، اطلع الفي صلب يساوي ان ام صلب على سبيسيفيك جرافيتي في الرو ووتر في الووتر كونتنت، تمام عيني. هن ذن قيمتهن كل هالموجودات عندك تلقائيا تطبق، هاي قيمتها الرو ووتر، عندك السبيسيفيك جرافيتي موجود تلقائيا، هذا الفي صلب شو يساوي لك؟ يساوي لك الام صلب عندك على سبيسيفيك جرافيتي في الرو ووتر، تقدر تطلع قيمه الحجم الصلب، تمام. هاي احد العلاقات الثانيه تقدر انه تحل. هذا الاكزامبل الثالث ايضا ببعض المعلومات اللي ممكن تفيدك ان شاء الله، هم راح نشرحه. الاكزامبل الثالث يتناول ان ذا ناتشرال ستيج في الحاله الطبيعيه الوزن، شلون احنا نقول الحجم الرطب للسويل امويت سويل هاف ا فوليوم مقداره هالقد، تمام عيني، والويت هالقد. هاي وين بيا حاله؟ بالحاله الرطبه. ذا اوفن دراي ويت، هسه وين سوينا عمليه تجفيف؟ ايش قد الوزن؟ الويت الدراي ويت هاي يعني اليونت ويت الها ايش قد مقداره؟ هاي قيمته نيوتن. والسبيسيفيك جرافيتي منطي كالكوليت ذا مويستشر كونتنت المحتوى المائي والمويستشر يونت ويت والكتلة الوزنية الرطبة والدراي يونت ويت والفويد ريشيو ونسبة الفراغات والباروسيتي المسامية والديجري اوف ساتوريشن. نجي اول شيء احنا شو منطيني؟ منطيني الوزن الصلب، الوزن الرطب، ومنطيني الحجم الرطب اثنيناتهم، تمام عيني. نجي احنا اول مطلب ايش طالب؟ طالب الووتر كونتنت، المويستشر كونتنت او الووتر كونتنت هو مستوى الرطوبة او محتوى المائي، هو نفس المعنى، المويستشر كونتنت نفس الووتر كونتنت، تمام عيني. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا وزن الووتر على وزن الصلب. وزن الووتر منين اجيبه؟ نجي اول شيء انا عندي هنا يا وزن الوزن الكلي عندي الويت، وش عندي بعد؟ عندي وزن الصلب هذا موجود، فاقدر اطرح هذا ناقص هذا، ايش طلعت؟ طلعت وزن الووتر، لان هاي الناتشرال ستيت يعني التربه طبيعيه اخذتها دور جفافتها، فوزن الماء ايش راح يساوي لي؟ هو عباره عن وزن الكلي ناقص وزن الصلب على وزن الصلب، هذا وزن الصلب عندي وضربته في 100% حتى يطلع لي كنسبه بيرسنت. المطلب الثاني ايش طالب من عندي؟ طالب المويستشر وونت ووتر كونتنت، يعني الكلي يريدني، لان هي اصلا حاله بالتربتها الطبيعيه هي عباره رطبه مو جافه، فش يساوي لي؟ يساوي لي وزن على حجم، الوزن عندي هذا مقداره، والحجم ايضا عندي، بس اقسم هذا على هذا طلعت الجاما ويت، هذا يطلع جاما ما يطلع رو، ليش؟ لان الرو شو يساوي لي؟ يساوي لي كتله، هذا هنا منطيني ويت ماس، ذاك هنا ويت وزن، فحاولوا تفرقوني بهذا الشيء. بعدين ايش طالب؟ طالب الجاما دراي، جاما دراي شو يساوي لي؟ وزن الصلب على الحجم الكلي، الحجم الكلي هذا موجود، وزن الصلب منطي هذا بعد ما جففناه بالاوفن، تلقائيا قسم هذا على هذا تطلع لك الجاما دراي. بعدين ايش طالب؟ طالب الفويد ريشيو، تمام عيني. الفويد ريشيو شو يساوي لنا؟ شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الفي فويد على في صلب، تمام عيني. هسه سيسالني احد ست احنا عندنا الفي هذا الفي فويد، لكن الفي صلب عندنا لو ما عندنا؟ الفويد ما عندنا، احنا عندنا الفي الكلي، تمام، هذا الفي الكلي عندنا،
شلون اطلع في فويد وشلون اطلع في صلب؟ اول شيء في صلب تقدر تطلعه مباشره، عندك قانون بالكس يوسف الكورليشن، شو يساوي لك؟ يساوي لك وزن الصلب على السبيسيفيك جرافيتي في الجاما ووتر. ان شاء الله بالمرحله الثالثه راح تفهمون هاي التفاصيل العلاقات بشكل تفصيلي اكثر. فش يساوي لك هسه؟ تقدر اول شيء وزن الصلب عندك، الوزن النوعي عندك، والجاما ووتر عندك تمام بوحدات الكيلو نيوتن، فاخذها 10. تلقائيا طلعت الفي صلب، عندك الفي الكلي. الفي الكلي ايش يشمل لي؟ يشمل لي في صلب زائد في فويد. من اطرح هذا ناقص الفي صلب ايش يطلع لي؟ طلع لي في فويد، فهذا ناقص هذا طلعت الفي فويد. اذا الفويد ريشيو في فويد عندي صار وفي صلب عندي صار، محور الحل مالته من تطلع في صلب تمام؟ الحجم الصلب، وعندك بالسؤال الحجم الكلي، الحجم الكلي ناقص حجم الصلب يطلع لك حجم الفراغات. بعدين يريد الديجري اوف ساتوريشن، يطلع البروسيتي العفو، البروسيتي شو يساوي لك؟ الاي على واحد زائد اي. بعدين الديجري اوف ساتوريشن الاس في الاي يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي في جاما ووتر في الووتر كونتنت، طلعت الديجري اوف ساتوريشن. اسئله ان شاء الله تكون واضحه امامكم وسهله وتقدرون انه تستفادون منها. الى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا ونلتقي بكم على خير، دمتم بامان الله وحفظه.